السلام عليكم من المغرب الى اسطنبول. اواني شعيب غادي ندير معكم واحد الجوله واعره في اكبر معرض كيدار هنا في تركيا خاص بالاواني المنزليه. غندير معكم واحد الجوله زوينه باش تشوفوا الجديد اللي خارج في المواعن، باش تشوفوا احدث ما كاين في الاواني المنزليه. صراحه داك الشيء واعر بزاف. شوفوا معايا الطويبه شحال زوينه اخوان. اي واحد كيتفرج في هذا اللايف يدير لينا جيم ويبارطاجا لا فيديو ويكتب لينا اشنو هما المواعن اللي عجبوكم وبغيتونا نجيبوهم لكم. اوه شوف هاد اللون هذا شحال واعر، خطير جدا. مباشره من اكبر معرض كيدار هنا في تركيا في مدينه اسطنبول بالضبط. اواني شعيب غادي يدير معكم واحد الجوله واعره باش تشوفوا اشنو كاين في المواعن وتوريونا اشنو بغيتونا نجيبو لكم الاخوان. دابا نتوما الان في بث مباشر، مرحبا بكم. اواني شعيب كيرحب بكم. اي واحد كيتفرج في لا فيديو يكتب لينا في التعاليق منين اجي نوريكم. شوف شوف واعره واعره واعره. شوفوا هاد الحطه ديال الطابله شحال واعره. بلاتي بقوا معايا نمسح الكاميرا، اجيو تشوفوا معايا داكشي ديال الذهبي اللي كيعجبكم. مباشره اواني شعيب يرحب بكم هنا في اسطنبول في تركيا. كنوريكم اخر ما كاين في هادشي ديال الاواني المنزليه. شوفوا هاد الخضر شحال جا مع الذهبي. قولوا لي واش هاد الخضر جا زوين مع الذهبي ولا لا. يلا اللي بغى يتفرج معنا، الناس اللي كيعشقوا الاواني المنزليه، الناس اللي كيحبوا المواعنات، اليوم غتشوفوا معنا الجديد اشنو خارج في المواعن هنا في اسطنبول مباشره من تركيا. تبارك الله الناس كيجوا من العالم كامل، الوفود كتجي من العالم كامل، ما كاينينش غير التواركه فقط، وانما حتى الناس من دول عديده في العالم كيشاركوا في هذا المعرض. شوف شوف اي حاجه عندهم هنا تبارك الله زوينه. غنوريكم كل شيء داكشي اللي بغيتو مباشره من محل، من كنت نقول لكم مباشره من محل اواني شعيب. لا لا، هذا معرض كيدار هنا في تركيا في اسطنبول. هاد الزبيبنات زوينين في الذهبي، هادشي ديال الذهبي ديجا كنوريه لكم وديجا عندنا في المحلات ديالنا. بغيت نوريكم شي حاجه اللي ديجا ما كنجيبوهاش وغتشجعونا اننا نجيبوها لكم ان شاء الله. كنخدموا بالذهبي بزاف. قولوا لي واش حتى هاد الالوان زوينين، هادشي ديال الخضار. كل شيء الاخوان اكتب لينا في التعاليق منين كتابعونا، انا غنمشي معكم ليه كاين شي لعيبات زوينين. انا غنوريكم كاينين دي ستونت فيهم سلعه واعره الاخوان. قولوا لي واش هاد الالوان عجبوكم ولا لا. صراحه هادشي مازال ما مطلوبش في المغرب بزاف ديال الالوان، مازال الناس في المغرب كيبغوا الكحل، كيبغوا الذهبي، كيبغوا الابيض فقط. هادشي ديال الالوان مازال غير مطلوب. شوفوا معايا هنا، شوفوا الذهبي مع الابيض كيفاش كيبان، حتى هو كيبان واعر. مباشره من اسطنبول اكبر معرض خاص بالاواني المنزليه كيدار هنا في تركيا. غادي تشوفوا احدث ما كاين، غادي نخليكم تدوروا معايا بحال نتوما كاينين هنا في المعرض مع الدرابو ديال تركيا. غنوريكم واحد الطويبله، تقولوا لي شكون هي الطابله اللي زوينه. هاد الطابله غنسميوها رقم واحد الاخوان. شوفوا معايا كيفاش دايره، هادي غنسميوها رقم واحد بالكيسان ديالها بداك الشيء، وهادي غنسميوها رقم جوج ياك. شوفوا معايا مزيان، وهادي غنسميوها رقم ثلاثة. اي واحد كيتفرج فينا دابا في اللايف، انتم الان مباشره من اكبر معرض كيبيع الاواني المنزليه في تركيا، غتشوفوا معنا الجديد اللي كاين. بقاو معايا مازال غندخل البلايص زوينين غيعجبوكم بزاف. هنا داكشي ديال البريستيج
شوفوا معايا هاد لي صوطات شحال زوينين. ماد ان تركيا كيف كتشوفوا، شكرا خويا ما كنفهمش التركية. سبيك عربيك؟ كاين شي عربي هنا؟ يا مرحبا. شوفوا معايا هاد لي صوطات شحال زوينين. مرحبا، شحال الثمن ديال هادو؟ الثمن؟ اه المهم شوفوا الاخوان، انا ما بغيتش نحرجوا، هنا كيقولوا الثمن ديال الجمله اي شحال؟ خمسة فاصلة سبعة. إيه دابا تخيلوا معايا هادو هنا في تركيا كيديروا 55 درهم. يا سلام، ايوا بشحال غاديين يوصلوا للمغرب فيهم؟ واخا، ولكن هادو يمكن فيهم غير جوج. لا لا غاليين هادو شوية، 55 درهم فيهم غير جوج، شوية غاليين. شكرا. انتم الآن مباشرة من المعرض ديال مدينة اسطنبول، غادي نبارطاجيو معكم الاخوان احدث ما كاين في الاواني المنزلية. بقاو معنا في هذا البث المباشر، حنا مازال كندورو معكم. شوف الطبيصلات، المهم بقاو معايا نوريكم شي حاجة جديدة، بغيت نوريكم شي حاجة جديدة. مازال شوف الطابلة شحال واعرة، يا سلام فراسكم هادشي مباشرة كيبان حسن من الكاميرا، في الكاميرا كيبان لي هادشي بحال ما كيبانش مزيان. شكون اللي بغانا نكملوا معاه الجولة يكتب لينا في التعاليق كمل معايا الجولة. هادو هما، كنظن ان لا كونيكسيون شوية ضعيفة هي اللي غتخلينا ما نديروش اللايف على خاطرنا مزيان. هادو فقط اللي هنا هادكشي ديال الزاج، كاينين بلايص اخرين. شوف هاد الفراقات هادو، انا متابع وفي ديالك، وكان داكشي كيحمق. شكرا الله يحفظك. انتم الان مباشره من هاد المعرض. هنا عاوتاني داكشي ناضي. شوف 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 العيالات اللي كيموتوا على الماعن، ما كرهوش تحطهم هنا وبقاو يهزوا غير في هادشي. شوف 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 هادشي عاوتاني. سمحوا لي مشات لي لا كونيكسيون قبيله. دائما كنجدد الترحاب، نتوما الان مباشره من المعرض ديال مدينه اسطنبول. هذا اكبر معرض كيدار خاص بالاواني المنزليه. اللي بغينا نكملوا معكم هذه الجوله يكتب لي في التعاليق كمل، باش نعرف ان الناس مازال باغيين يتفرجوا فينا. صراحه كاين ناس العزوينه بزاف اللي كنتمنى ان شاء الله تكون حاضره في المغرب. هاد اللعيبات هادو ديجا كنجيبوهم، هادو ديجا كاينين ياك، هادو ديجا كاينين. هاد الفراقات هادو كاينين. شوف هاد البلاطو شحال واعره، زوينين هاد لي صوطاس مع هاد اللعيبه ديالهم هكا بالبلاطو، باك خطير في الحقيقه. تخيلوا معايا هذا نجيبو، نقول لكم 20 درهم فقط، 20 درهم حصريا عند اواني شعيب. شوف شوف واحد اللعيبات عاوتاني، هاد لي صوطات زوينين تيعجبوني صراحه. شوف شوف ناضي هادشي. الاتراك باش كيعجبوك، تخيل معايا غيجيو عندك الضياف غتحط ليهم القهوه في هاد اللعيبه هادي. غير هادي باش زوينه كتقدر تغسل، شتي كتقدر تغسل هاد الكاس هذا وفي نفس الوقت ترجعو هنايا. هما لي صوطاس بالبلاطو ديالهم باللعيبه ديال السكر اللي كدير هنا.
شوف هادي تاهي شحال زوينة. دائما كنجدد الترحاب، جيب لينا من تما الجديد، خاصة البريستيج. احنا كنقلبو، احنا كنشوفو، وانتوما ساعدونا بالتعاليق، ساعدونا بالجيم، ساعدونا بالبارتاج. انتوما الان مباشرة من كنبغي نقول من محل، انتوما الان مباشرة من المعرض الدولي ديال مدينة اسطنبول. هذا اكبر معرض كيدار، وعاد الاتليسونطاس واعرين يا صاحبي. شوش ما كيبانش هادشي مزيان، قولوا لي واش كيبان دابا. شوف شوف، انا عارفكم هادشي كيعجبكم، هادشي مازال ما واصلش للمغرب. ان شاء الله نكونوا سباقين باش ان هادشي يكون حاضر في المغرب. خليوني نكمل معاكم الجوله ديالنا. اواني شعيب كي شوف براد براد، شوف على براد كيدير. شكون اللي كيعجبو هادشي؟ كتبوا لي واش يعجبكم فحال هادشي ولا لا. عرفتي هاد البراد هذا عاوتاني كيفاش غادي يجي في الطابله؟ كلشي شارك معنا في التعاليق الاخوان. اللي بغينا نكملوا معاه هاد البث المباشر يكتب لي في التعاليق كمل لينا اشعيب. اوه على براد كيدير. تخيلوا معايا لايف من المغرب، وكنقول لكم مباشره براد ب 99 درهم حصريا عند اواني شعيب. هذا سوا واعر، هذا سوا عجب والله. الا براد ناضي. وحده قالت لي كتموت على اللون الذهبي المشعشع. انا غنوريك الفضي، ها هو الفضي. يلا قولوا لي في التعاليق شكون اللي عجبكم، الفضي ولا الذهبي؟ احنا غنديروا لها الاستطلاع، الراي الناس غيشاركوا. ها الفضي، ها الذهبي، ها الفضي. الذهبي نسميوه رقم واحد، والفضي نسميوه والفضي نسميوه رقم جوج. احنا لا نوريكم شنو كاين في الفضي. دائما كنجدد الترحاب. انتم الان مباشره رقم واحد رقم جوج، شاركوا معايا. الذهبي رقم واحد والفضي رقم جوج، الذهبي رقم واحد والفضي رقم جوج. يلا شاركوا، يلا الذهبي رقم واحد والفضي رقم جوج. زيد عطيوني شي حاجه اخرى عاوتاني، ذهبيه ولا فضيه. ها هما الذهبي رقم واحد والفضي رقم جوج. الى جبتي هادشي للمغرب غتلقاني انا الاولى ان شاء الله. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشره من المعرض الدولي هنا في اسطنبول. هذا اكبر معرض كيدار ديال الاواني المنزليه. او يا سلام، شوف 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 شوف. كلشي الاخواني بارطاجي اللايف، كتبوا لينا في التعاليق مين كتابعونا، اشنو المدينه اللي كتفرجوا فيها. اواني شعيب كيتواجد بمدينه اسطنبول، اكبر معرض كيدار ديال الاواني المنزليه. حنا كنتواجدوا فيه الان مباشره باش تشوفوا الجديد اللي كاينين في المواعن الاخوان. يا 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 ناضي، هادشي بالرجوله، هادشي خطير. شوف شوف شوف، هادشي ما كاينش في المغرب مع الاسف. ان شاء الله نكونوا سباقين باش هادشي يكون حاضر. كتبوا لينا واش هادشي عجبكم ولا لا، واش هادشي عجبكم ولا ما عجبكمش، واش نجيبوه ولا ما نجيبوهش. كلشي شارك معنا الاخوان. اجي نشوفوا هنا شنو كاين. هنا 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 داكشي ديال الكوامال والمقالي والكوكوطات. واقيلا بلا ما نديروا جوله هنايا، كنظن اننا واقيلا نرجعوا للبلاصه ديال البريستيج. اجي نشوفوا ليه شنو كاين. مباشره شوفوا الجميلات ديال البرامي ديال الجرانيت. كلشي الاخوان يبقى معانا. دابا التوارك هادو كيهضروا على على صباطي. عجبهم عجبهم صباطي، فهمتي. كيضحك مع صاحب. عجبنا، خص يكون الثمن مناسب. اشنو كتعرفوا على اواني شعيب؟
قولوا لي اشنو كتعرفوا على اواني شعيب؟ اوش باش كيعجبوك التواركه بالديزاين، كلشي عندهم زوين، كلشي عندهم نقي، كلشي هنا كاين غير الكوامل ياك. نرجعوا للبريستيج، قولوا لي واش نبقاو في الكوامل ولا نرجعوا للبريستيج؟ دائما تنجدد الترحاب، انتم الان مباشره من اكبر معرض كيدار خاص بالاواني المنزليه هنا في تركيا في اسطنبول. اواني شعيب كيتواجد هنا باش نقلوا لكم ونوريكم كي اللي كيتفرج كيتفرجوا معايا بحال كتسركلوا معايا، واش عاجبكم الحال ولا لا؟ فراسكم بلاصه البريستيج. يا هنا اجي نشوفوا هنا شنو كاين. بغيت نوريكم شي حاجه جديده، حتى هادشي ديال الدي بي ديجا عندنا اولا. الله يحفظك، مزيان الحمد لله. شوفوا معايا ناتي. واعر بلاطو افير. No, go. Yes. شوفوا معايا الاخوان، هنا واقيلا كاين غير داكشي ديال المقالي و... لا لا لا، خصنا نرجعوا للبريستيج. شكرا على البث المباشر اخوان، كلشي بارطاجي معنا اللايف باش نقدروا نكملوا معكم البث المباشر. بقاو معايا الاخوان. زيد مباشرة. يلا الإخوان، كلشي يدير لينا جيم، كلشي يدير لينا جيم، كلشي جمجم لينا هذا اللايف ويبارطاجيه لينا من هنا. كليكي على تساهم وبارطاجي اللايف، كلشي بارطاجي اللايف اللي بغينا نكملوا البث المباشر فهاد الجولة الرائعة هنا في اسطنبول. يبارطاجي اللايف الاخوان. كنعاود نذكر انتم الان مباشرة من اكبر معرض كيدار هنا في تركيا خاص بالاواني المنزلية. كيف كتشوفوا كندير معكم جولة هنا في المعرض باش كنوريكم الجديد. مازال كندور معكم، مازال غنوريكم سلعة زوينة، مازال غنوريكم الجديد اللي كاين هنا في تركيا. شوفوا معايا، شوفوا هاد المرايات شحال واعرين. مرايات الطويبل الذهبيين صراحه طابلوات. بقاو معايا، مازال كنتجولوا، مازال نتسركلوا معكم. اليوم الاخر في المعرض، علاش كيبان لكم شي وحدين كيجمعوا؟ حيت اليوم الاخر غيسالي مع الخمسه، بدا لمده 4 ايام. شوفوا هاد الفراقه شحال زوينه، شكون اللي عاقل على هاد الفراقه؟ كنا كنبيعوها ب 99 درهم، عاقلين ولا لا؟ فراقه كنا كنبيعوها ب 99 درهم، هادي كنا كنبيعوها ب تقريبا ب 10 دراهم، هادي كنا كنبيعوها ب 25 درهم. غير هادو زواقات جداد، موديلات جداد كيف كتشوفوا. ديما تركيا كيديروا التجديد في الزواقات، في بحال دابا هادو كلهم زواقات جداد. صافي دابا الزواقه الجديده هما هادو اللي اللي فحال هكا من هنايا. صراحة المعرض كبير بزاف باش نقدر ندور فيه، غادي خصني الوقت. غنحاول انني ندير معكم غير سطوريات باش نوريكم شنو كاين. المهم اجي نشوفوا هنا شنو كاين هنا. هنا 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 هنا، اجي هنا
تعال هنا. هنا كاين داكشي ديال الخشاب شتو القراعي بلاطوات. شوف شوفوا هاد اللعيبات بيضين في الذهبي شحال زوينين. دائما كنذكر نتوما الان مباشره اواني شعيب كينقلكم هنا لمدينه اسطنبول مع اكبر معرض كيدار خاص بالاواني المنزليه اللي فيه الجديد ديال الاواني المنزليه اللي خرجات واللي غتخرج ان شاء الله في 2025 من دابا بدات كتحط في هذا المعرض هذا. شوفوا لي طابل جيغون، شوفوا المرايات، كلشي تبارك الله زوين. صراحه هادشي زوين بزاف وراني مازال ما قدرتش ندور معاكم، كاينين شي بلايص حسن من هنا. انا دابا كنقلب عليهم باش نقدر نوصل ليهم ونوريهم ليكم. انا غادي لواحد واحد البلاصه اخرى نشوف اشنو فيها باش نقدروا نختموا معاكم من تما هذا البث المباشر ديال اواني شعيب هنا في مدينة اسطنبول التركية، أكبر معرض خاص بالأواني المنزلية اللي فيه أحدث ما كاين في المواعن. حنا غاديين معاكم، بقاو معنا دقائق قليلة نشوف واش كاين الدرابو ديال المغرب هنايا. أجيو معايا زيد ها هو ديما مغرب مع من دايرين الدرابو. هذا الدرابو ديال انا راه شويه كاسول في الدرابو ولكن كنظن هذا يمكن ديال كيتغلط لي الدرابو ديال الامارات مع ديال قولوا لي الدرابو ديال اش. سلام الله يحفظك مرحبا. فكرني الدرابو ديال من هاد العالم ديال من تا هو معروف امارات. هادشي اللي قلت انا الامارات، انا قلت ديال الامارات. هذا السعوديه، مصر، انا قلت الامارات، ليبيا، الجزائر، روسيا. روسيا علام الزبائن تبعتنا. عندكم زبائن من المغرب؟ انا ياك من المغرب. انا من المغرب. انت مرحبا. انا داير واحد البث مباشر نكملوا ولا معاك؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك، شكرا. هذا ديال تركيا وهذه اسم ديال الشركه ديالهم. صراحه هادشي رائع جدا. هذا العلم ديال الامارات ما غلطتش فيه. هذا كيبيعوا هادشي ديال المقالي. شوف 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 هاد القراعي. هنا في تركيا كاينين بزاف ديال السوريين خدامين هنا كيهضروا باللغه العربيه، اكيد السوريين كيهضروا بالعربيه، وكاينين بزاف ديال الاتراك معلمين العربيه خصوصا اللي كيخدموا مع العرب، وكاينين اتراك اللي ما كيهضروش بالعربيه وما كيهضروش فرونسي وما كيهضروش بالانجلي. هادو كتلقى صعوبه في التواصل معهم. شوف الطويب اللي شحال زوينه حتى هي. كنت غنهرس واحد الكاس. هاني هادو واعرين.
الرجولة فراسكم هادشي مباشرة كيبان حسن من التليفون. ما عرفتش واش عندي مشكل في الإضاءة ولا المعرض فيه إضاءة في العيانة شوية. المهم هادشي مباشرة أنا كيف كنشوفو ماشي كيف كيبان لي في التليفون. في التليفون كيبان بحال مضبب. شكرا لكم بزاف على المتابعة، مرحبا بكم، كنتم مباشرة مع أواني شعيب. درنا معكم بث مباشر هنا في إسطنبول في أكبر معرض كيدار هنا كيبيع الأواني المنزلية. هاد البلاصة كاينين بزاف هنايا ديال الناس اللي كيبيعوا الأواني المنزلية في العالم كامل، فقط ما كاينينش غير التواركة، كاينين حتى عدة دول هنا مشاركين في هاد المعرض، وكيجيو الناس من العالم كامل باش كيقدروا أنهم يتقدموا من هنا. شكرا لكم بزاف على المتابعة، مرحبا بكم، كنتمنوا إن شاء الله نجيبوا لكم الجديد ونكونوا عند حسن ظنكم. مرحبا بكم، كنتم مباشرة مع أواني شعيب. شكرا لكم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو باش حتى الناس اللي مازال ما قدروش يتفرجوا معنا في هذا البث يتفرجوا فيه من بعدكم نتومايا، ويديروا معنا هذه الجولة الزوينة وتعجبكم هذه الجولة اللي درت معاكم في هذا المعرض. شكرا.